هذا هو يوم الأحد 12 من فبراير. نحن بنتقع جوا مول تجاري في وسط مدينة بيزنسون، هو على طراز كل المولات الموجودة في فرنسا تقريبا. المول جوا قزيز، الدنيا برا برد، يمكن تشايفين السقف تاع قزيز في مطر، بتمطر الوقت هذا في يعني رزاز كبير مطر، يعني هي مطر شديدة بس يبان لك منها عاديش المي بعد ما تخبط تبين عاد على اللهم. نحن قد قاعدين في المول من تحت نراعوا فيها كي قاعدة في قزاز من فوق. المول عاد من جوا كله عبارة عن يعني دفاء دافي جدا جدا، ولا كأن برا هناك سقعة، يعني نحن قاعدين في دفاء وبرا زي ما انتم شايفين الدنيا مطر، والمطر شدة تخرى الوقت يمكن تحقوها أفضل ممكن، يعني في بعض النواحي كتبين في بعض النواحي الفيديو. والمكان هنا طبعا ايش يعني كله عبارة عن مول تجاري، عيل صغيرين يلعبوا اليوم هذا يوم لحد يوم الويك اند بتاعهم. وجو المول عاد هذه المفاجأة الأخرى، إن جو المول يبقى فيه واي فاي ومقعد اللي نقعد عليه الوقت هذا، وواي فاي مجاني لأي واحد من رواد الهني، وشبكة خاصة بالمول وتقعد فيها وتقعد زي ما أنت عايز. هنا لقيت هذا فتح بالواي فاي بتاعه، وفي نفس الوقت ممكن حنرفع الفيديو هذا برضو من الواي فاي بتاعه. وفي نفس الوقت لقيت هذا في فيشة تحت في الواي فاي، لقيت هذا بنشحن التليفون بتاعي منها. اهو تليفوني ياش الوصله بتاعتها مطيره الكاميرا الوقت هذا، هاي حط اخرى عشان يبدا يشحن، وهكذا عشان تحقوا ايش ان الرفاهيه اللي فيها الشعب هذا والتقدم اللي هم فيه. كان معاكم جمال الحشيبي، اليوم يوم الاحد 12 فبراير 2016.